تنفيذا للقرارات الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، تواصل المديريات الأمنية جهودها في حث أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتأمين السلامة العامة. تواصل المديريات الأمنية بوزارة الداخلية بعزم التأكيد على مواطني ومقيم مملكة البحرين في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة، بما يسهم في نجاح الجهود الوطنية المبذولة خلال هذه المرحلة من التعامل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. لاحظنا خلال الشهر المنصرم انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في مملكة البحرين، طبعا هذا الانخفاض ما أتى من فراغ، وإنما كان نتيجة تضافر الجهود من خلال جميع القطاعات في مملكة البحرين، وأيضا بسبب وعي المجتمع البحريني والتزامه بإجراءات التباعد الاجتماعي وتعليمات الفريق الوطني الطبي. وزارة الداخلية باعتبارها شريك أساسي وشريك فعال في عملية التصدي لهذه الجائحة، لم تألو جهدا في السابق ولن تألو جهدا خلال المرحلة المقبلة لضمان استمرارية عملية التصدي لهذه الجائحة. رسالة أوجهها إلى جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بضرورة الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعليمات اللي تصدر من الفريق الوطني الطبي. أيضا رسالة أخرى أوجهها إلى أصحاب القطاعات التجارية والصناعية في المملكة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الفريق الوطني الطبي عشان نوصل جميعا إلى مجتمع صحي وسليم وآمن. انخفاض في عدد المخالفات والتجمعات، وهذه يدل على وعي أفراد المجتمع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ونحث أفراد المجتمع بالاستمرار بالتقيد بالتعليمات والقرارات للمساهمة في إنجاح جهود مملكة البحرين في مواجهة الجائحة وتحقيق الأهداف المرجوة. تعمل مديرية شرطة المحافظة الشمالية على متابعة تطبيق القرارات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، سواء مع المواطنين والمقيمين وأصحاب المحال التجارية. وفي هذه الفترة تم زيادة الحملات التوعوية وزيادة عدد دوريات الراكبة والراجلة في عموم نطاق المحافظة الشمالية، ونتمنى من الجميع الاستمرار في هذا الالتزام المسؤول للتخلص من هذه الجائحة بإذن الله. تواصل مديرية شرطة محافظة المحرق حملاتها التوعوية للجمهور وذلك للمواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية والصناعية، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمام الطبي. ننصح الجميع بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار الفيروس. تبقى توعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية السبيل لتحقيق السلامة العامة وتجاوز هذا الظرف الاستثنائي، وأن التقيد والاستمرار بالإرشادات لهو واجب وطني يحتم على كل فرد في المجتمع التصدي لتداعيات جائحة كورونا.